أو لا تبكيه فإن الله يضحك في وجه ابنك الآن وما ضحك قبلها في وجه أحد. من الصحابي؟ طيب لسه معقول الصحابي ده هو ما تعرفهوش؟ دي مشكلة جامدة جدا. هذا الصحابي قالت أمه عند موته: يا ويلاه لسعد حزنا على سعد. من الصحابي؟ سعد بن معاذ. الصحابي سعد بن معاذ. معقول أو معقول لا تعرفون سعد بن معاذ؟ إنني أخطأت عندما ذكرت اسمه من كلام أمه. هذا الصحابي الجليل سعد بن معاذ سيد بني عبد الأشهل. بن عبد الأشهل يعني قبيلة من قبائل الأوس، من قبائل الأوس في المدينة. اعلم أخي الحبيب أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل مصعب بن عمير إلى المدينة المنورة كمقدمة يدعو أهلها للإسلام، حتى إذا أتاها الحبيب المصطفى وجد بها كوادر من المسلمين يحملون الدين. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سعد مصعب بن عمير يدعو الناس، وكان معه مستضيفا له أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه، وهو ابن خالة سعد بن معاذ. ابن خالة سعد بن معاذ نعم أسلم قبل سعد بن معاذ، قبل سعد بن معاذ. وكان يستضيف مصعب بن عمير ويجلس عند عين ماء، يجلسان عندها يدعون من يرونه فيه الخير. فقال سعد بن معاذ لأسيد بن حضير، وكان الاثنين سيدا بني عبد الأشهل: يا أسيد. قال: ما الخبر يا سعد؟ قال: يا أسيد، تعلم ما بيني وبين أسعد بن زرارة من قرابة، وإني لا أحب أن أذهب إليه، يعني حتى لا يحرج من كلامي، فإنه يستضيف رجلا، يستضيف رجل أتانا بدين جديد يفرق بين المرء وأبيه والمرء وعشيرته، اذهب إليه فحذره وقل له يأخذه إلى بعيد ويخرج به من بين قبائلنا، فإننا لا نريده. يذهب أسيد ابن حضير ويحمل حربته ويذهب، ووقف فرأى من؟ رأى مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة، فقال: يا أسعد، ارحل بهذا الرجل، ارحل. ولعله قال ألفاظا يسب بها أو يشتم، فقال له، يعني أسعد بن زرارة لمصعب بن عمير: يا مصعب، اجتهد وكن صادقا لله في هذا الرجل، فإن أسلم كان فيه خير عظيم. فقال: أيها الرجل، تعال أقبل. فأقبل فقال: حسن، اجلس فاستمع، إن أعجبك قولنا قبلته، وإن لم يعجب رحلنا وتركنا. قال: نعم القول. فجلس أسيد بن حضير وبجواره حربته فاستمع، فقال لمصعب: أيها الرجل، ما أحسن ما تقول، ماذا أفعل حتى أدخل معك في هذا الدين؟ قال: تطهر ثم صلي. فعلها أسيد بن حضير، وعندما فعلها استنار وجهه ورجع إلى من؟ إلى سعد بن معاذ وهو في قومه. فعندما أقبل من بعيد قال سعد بن معاذ: ألا أقول لكم
إن أسيد أتى بوجه غير الذي ذهب به. فعندما أتى أسيد قال: ماذا فعلت؟ قال له سعد: ماذا فعلت يا أسيد؟ قال: هذا الرجل لا طاقة للكلام معه، لا طاقة للكلام معه بجوار أسعد بن زرارة، فإنه لا يحتاج إلا أنت تكلمه، أنا لا أستطيع أن أكلمه. فقال له: أما فعلت شيئا؟ قال: اذهب فكلمه أنت، لا طاقة لي به. قال: بلى. فقام وأمسك حربته وذهب إلى مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة. فعندما رآه أسعد بن زرارة قال: يا مصعب، هذا سيد قومه، هذا سعد بن معاذ، إن قبل أسلمت المدينة. قال له: نكون صادقين الله فيه بإذنه. فعندما أقبل قال: أيها الرجل، ما الذي أتى بك إلى هنا؟ فقال: اجلس يا سعد، إن أعجبك القول قبلته، وإن لم يعجب قمنا وتركنا. قال: نعم القول. وغرز حربته، إن لم يعجبه القول قتله. غرز حربته وجلس، فاستمع أسعد بن زرارة ينظر، فوجد وجه سعد بن معاذ تغير، فابتسم وفرح. فقال سعد بن معاذ: أيها الرجل، ما الذي يصنع للدخول في دينك؟ فقال: تتطهر ثم تتوضأ وتصلي ركعتين. ففعل، ومنذ أول لحظة إسلام قام سعد بن معاذ من فوره من صلاته، وذهب إلى بني عبد الأشهل: يا قوم، يا قوم، ماذا تقولون فيه؟ فقالوا: ما أحلمك، إنك لمطاع فينا، لا رفض ولا رد لقولك. فقال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، كلامي منكم حرام علي إن لم تقولوها. فقالوا جميعا: نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قبيلة بأكملها أسلمت في لحظة واحدة بإسلام سعد بن معاذ. سعد بن معاذ الداعية لأهل الأنصار، نعم هو سعد بن معاذ. سعد بن معاذ إذا كلمتك عنه والله تتعجب، تتعجب من أي شيء؟ إن جبريل ينزل للحبيب المصطفى فيقول له: يا محمد، ما الذي حدث عندكم؟ قال: ما الذي حدث؟ قال: من مات عندك يا محمد؟ قال: من مات؟ لما؟ قال: إن أبواب السماء كلها فتحت لموت أحد. من؟ قال: سعد بن معاذ. سعد بن معاذ؟ نعم، لكنني لا أكلمك عن موته الآن، لكنني أريد أن أقول لك في أول ساعة إسلام لسعد بن معاذ أسلمت قبيلته بني عبد الأشهل كلها عن بكرة أبيها، كلها بإسلام سعد بن معاذ. سعد بن معاذ اشتاق للحبيب المصطفى، فأتى الحبيب المصطفى مهاجرا من مكة إلى المدينة، وعندما أقبل الحبيب المصطفى صارع سعد بن معاذ ليراه، استنار وجهه برؤية الحبيب المصطفى. وعندما أسلم أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم ومعه العهود والمواثيق. ما العهود وما المواثيق؟ إننا ندافع عنك ولا نترك، طالما أنت في المدينة عندنا نحن أنصارك يا رسول الله. وعندما خرج سعد مع الحبيب المصطفى لغزوة بدر، فقال الحبيب المصطفى بعدما كان متوجها لأخذ الغنيمة من أبي سفيان: تنقلب إلى غزوة، إلى قتال، ليست غنيمة، لا، أصبح قتالا، من دخل قتل. فقال الحبيب المصطفى: أيها الناس،
أشير علي. فقام أبو بكر وقال كلاما جميلا وأحسن، ثم قام عمر فقال كلاما جميلا وأحسن، فقال الحبيب المصطفى أيها الناس أشيروا علي، يعني ماذا أفعل؟ هل أرجع إلى المدينة دون قتال أم أقاتل قريش؟ فقام المقداد بن عمرو وقد كان الفارس الوحيد صاحب الفرس الوحيد في غزوة بدر، قال يا رسول الله امضي حيث أمرك الله، فوالله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، ولكننا نقول لك يا رسول الله اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فقال الصحابة ما وددنا ولا تمنينا أن نكون مثل المقداد يومها. فقال الحبيب المصطفى أيها الناس أشيروا علي. فقام سعد بن معاذ فقال يا رسول الله لكأنك تقصدنا نحن الأنصار، ما له من ذكاء يا سعد، لكأنك تقصدنا يا رسول الله. قال بلى، لأن الحبيب المصطفى أخذ العهود والمواثيق داخل المدينة ليس خارجها، على أن يقاتلوا ويدافعوا عنه في المدينة ليس خارجها، هم الآن خارجها. فقال سعد يا رسول الله لكأنك تقصدنا. قال بلى يا سعد. قال يا رسول الله امض حيث أمرك الله، لقد آمنا بك وصدقناك وأخذنا معك العهود والمواثيق، يا رسول الله صل بنا من شئت واقطع بنا من شئت، خذ من أموالنا ما شئت وامنع منها ما شئت، وما أخذت من أموالنا أحب إلينا مما تركته إلينا. تستطيع أن تقولها؟ تستطيع؟ إنها كلمات صعبة. ما أخذته من أموالنا أحب إلينا مما تركته لنا يا رسول الله، والله لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك، نحن صدق عند اللقاء، صبر عند القتال. ابتسم الحبيب المصطفى لقول سعد وقال يا رسول الله ما كان لك أن تقف هكذا في العراء، فإنا سوف نصنع لك قبة عريشة تستظل تحتها يا رسول الله. ما هذا الكرم يا سعد، تصنع عريشة لرسول الله يستظل تحتها وتقف حارسا عليها؟ نعم، هذا سعد بن معاذ. سعد بن معاذ يوم أحد، ليلة أحد، جلس مع عبد الله بن جحش، قال له عبد الله بن جحش يا سعد تعالى نجلس معا، إن تلك الليلة لليلة لقاء العدو غدا، هلا نجلس فندعو الله؟ عبد الله بن جحش دعا سعد بن معاذ، لماذا؟ لأنه يعلم أنه لعله مجاب الدعوة، فأتى به. وعبد الله بن جحش يتمنى الشهادة، فأتى به يدعو للشهادة حتى يؤمن سعدا ويموت عبد الله بن جحش شهيدا. قال سعد بن معاذ اللهم ارزقني برجل غدا أكون ألد عليه فيقتلني. فقال عبد الله بن جحش آمين، ثم أنزل يداه. فقال عبد الله بن جحش اللهم ارزقني غدا برجل قوي يقاتلني وأقاتله فأقتله فيك، ثم ارزقني رجلا آخر أقوى منه فيقاتلني وأقاتله فأقتله فيك، ثم ارزقني رجلا أقوى وألد وأشد فيقاتلني وأقاتله. من المتكلم؟ عبد الله بن جحش. وسعد يؤمن فيقاتلني وأقاتله فيقتلني فيك شهيدا.
ثم يفجر بطني ويقطع أنفي وأذني فيؤتى بي فتقول لما فعلت هذا يا عبد الله؟ فأقول حبا فيك يا رب. فقال سعد بن معاذ آمين. قال سعد فصبحت من الغد بعد الغزوة أتفقد، فوالله وجدت عبد الله كما ذكر يجلس نائما شهيدا صريعا بجواره اثنان قتلهم وقد مات شهيدا مفجورة بطنه مقطوعة أنفه وأذنه. سعد بن معاذ في يوم الخندق، يوم الخندق يوم الأحزاب، يوم غزوة الأحزاب تقصد؟ نعم. 10,000 يحاصرون المدينة، نعم، بني قريظة، ما بقي من اليهود في المدينة في الخلف، هم حصن للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إنه أخذ معهم العهود والمواثيق لا يخونون. فأتى سهم غادر يلقى من جهة المشركين فيقع في قدم سعد بن معاذ فيكلم، يعني يجرح، ويقطع عرقا فيسيل دمه. فيقول سعد: اللهم إن كان لنا بعد هذا اللقاء لقاء مع من كفر وأشرك بدينك فلا تمتني حتى أكون مع رسول الله. تريد أن تدافع عن رسول الله وإن كان هذا آخر لقاء؟ فاجعلني شهيدا، اجعلني شهيدا. نعم. وعلم حينها أن بني قريظة خانوا العهد والمواثيق، فقال: اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من هؤلاء، يقصد بني قريظة، تقر عينه يقتل يعني. نعم. ألا تعلم أنه كان حليفا لهم أيام الشرك وحبيبا لهم؟ لكن الإسلام أولى. سعد بن معاذ يذهب الحبيب المصطفى بعدما اطمأن من رجوع المشركين قبلها، دعا الحبيب المصطفى وفدا من غطفان يشاورهم ويحاورهم ويسالمهم: تأخذون ثلث ثمر المدينة وترجعون بمن معكم؟ قالوا: نعم نأخذ. يا سعد بن معاذ، يا أسعد بن زرارة، تعالي، هل لا نصالحهم على أن يأخذوا ثلث ثمار المدينة؟ قال: يا رسول الله، والله أيام الشرك ما كانوا يأخذونها إلا ضيافة أو بيعة، والله بعد أن قوينا وأصبحنا أعز بالإسلام نعطيهم الثمار، والله لا يأخذونها عزة للإسلام. ومنعهم ورجعوا، أعادهم الحبيب المصطفى وصار على قول سعد بن معاذ. ثم غدرت بنو قريظة العهد والمواثيق، وسعد بن معاذ في خيمة يطبب ويعالج، فإنه لم يستطع القيام على قدمه من شدة جرحه ونزف دمه، إنه الآن أصبح مريضا من جرحه. عندما ذهب الحبيب المصطفى حاصر بني قريظة، قال: اخرجوا حتى يحكم الله فيكم. فنظر بعض من بني قريظة فوجدوا أبا لبابة الصحابي الجليل، فقالوا: يا أبا لبابة، ماذا يصنع بنا محمد؟ فأشار هكذا أبو لبابة كأنه القاتل، فقالوا: لا، لا ننزل على قول محمد. قال: فمن تختار؟ قالوا: سعد بن معاذ. فأرسل الحبيب المصطفى إلى سعد بن معاذ
فأتوا به على بغل أو حمار إلى رسول الله يحملونه، فقال يا رسول الله كيف أحكم وأنت فينا؟ قال يرضون حكمك يا سعد وأنا أرضى بحكمك يا سعد. فقال يا بني قريظة ترضون بحكمي؟ قالوا فلما دعوناك يا سعد، أنت حليفنا، كيف لا نرضى بحكمك؟ قال يا رسول الله إنهم قوم غدر غدارون، أرى يا رسول الله أن يقتل الرجال وتسبى النساء وتؤخذ الأموال؟ فقال لقد حكمت فيهم حكم الله يا سعد، لقد حكمت فيهم حكم الله يا سعد. قرت عينه ببني قريظة وكان دعا فقال اللهم لا تفجر جرحي حتى تقر عيني من بني قريظة، فانحبس الدم لدعاء سعد بن معاذ. فعندما حكم فيهم قال اللهم فجرها اللهم فجرها، فانفجرت دم قدمه بالدماء، وأرجعوه إلى خيمة معالجته. وعندها في بني عبد الأشهل يمرض سعد مرضا شديدا، ألا هو مرض الموت. ويذهب الحبيب المصطفى ويأخذ أبا بكر الصديق وعمر وزيراه ليعود سعد، فبكى أبو بكر بكاء شديدا وتبعه عمر بن الخطاب بالبكاء. سألوا السيدة عائشة أولم يبكي حينها رسول الله؟ قالت ما بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه أمسك لحيته قابضا عليها متأسفا على فقدانه لسعد بن معاذ. فينزل حينها جبريل فيقول يا محمد من مات من أصحابك؟ لقد فتحت أبواب السماء كلها. قال إنه سعد بن معاذ. قال يا رسول الله إن عرش الله قد اهتز لموته، موت سعد بن معاذ، يهتز عرش الرحمن، اهتزت الملائكة حملة العرش فاهتز العرش. نعم، لموت سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. فأتت أمه باكية، قال ابكيه أو لا تبكيه، فإن الله يضحك إليه الآن. أتت جنازة سعد بن معاذ إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأدخلوها المسجد والصحابة يدخلون المسجد وفدا تلو الآخر. ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمامه فراغ، فأخذ يلوح هكذا ويلوح هكذا، فقالوا يا رسول الله إن أمامك لفراغ، فلما تفدي هذا وتفدي هذا؟ فقال إنكم لا تعلمون، إنه أتى لتشييعه 70,000 ملك لسعد بن معاذ يشيعونه معكم. قالوا يا رسول الله إننا ما كنا نرى أثقل وزنا جسدا من سعد بن معاذ، فقد كان طويلا عريضا ذا سمنة، أبيضا جميل اللون والشك والوجه، ما كنا نرى أثقل منه، إننا في حمله ما وجدنا أخف منه. قال وهل تحملونه وحدكم؟ تحمله معكم الملائكة، تحمله معكم الملائكة. سعد بن معاذ 7 سنوات إسلام فقط. نعم، ابكه أو لا تبكه، فإن الله يضحك إليه الآن. ثم ندبت وقالت يا لسعد حزنا يا سعد. فقال الحبيب المصطفى كل
كل ناعية أو باكية كاذبة إلا باكية سعد، فمهما قالت ما قالت كذبا. انظر، مهما قالت ما قالت كذبا. وقف الحبيب المصطفى عند قبر سعد بن معاذ وهو يدفن، فقال: سبحان الله، سبحان الله، الله أكبر، الله أكبر. ومن تكبير الحبيب المصطفى كبر الصحابة تكبيرا عاليا، فقالوا: لما التكبير يا رسول الله؟ قال: إن أخاكم ضم ضمة لو نجا أحد لنجا منها سعد، لو نجا أحد لنجا منها سعد. سعد بن معاذ يهتز له عرش الرحمن، يضحك له الرحمن، تفتح له أبواب السماء لروحه. هذا سعد بن معاذ، أول ما أذكر لكم من الأنصار، وكيف أقدم عليه من الأنصار أحد، وهو الذي اهتز له عرش الرحمن. أسأل الله تعالى أن يجمعنا معه ومع أصحابه الأحبة الأخيار يوم القيامة. وإلى لقاء بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم، أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.